المجتمعات تتعامل بضغط غير مقصود أو غير مباشر مع الشخصيات الفقيرة، لكن كلنا في حياتنا أكو فد فقير يكون شقندحي. مر بحياتك هيجي شخص يكون هو فقير وربما معدم، لكن تأخذ من عند الضحكة والابتسامة والنكتة والفرحة؟ طبعاً كثير في حياتنا، خصوصاً إحنا يعني في الوسط الأدبي كان عندنا أدباء صحاليك، يعني كل شيء ما عنده ينام بالشارع، لكن لا يمل بالجلسة، لا يمل من اللطفة. أسماء رحلت طبعاً إلى بارها، لكنه فعلاً في كثير من الناس ينظرون إلى الفقر مالهم وإلى حاجتهم وإلى حتى عبثية وجودهم، ينظرون له بنوع من السخرية. صح. طبعاً وفي التراث مشهور عند نجحة. هي طبعاً. شخصياً هل مريت بمرحلة بفقر شديد؟ يعني أنا عائلتي خلينا نقول متوسطة. نعم. ربما عائلتي مرت بمرحلة فقر، أمي وأبوي. بعدين هم أنجبوا وصاروا موظفين، يعني إخواني وخواتي. فمرينا خلينا نقول مستوى بسيط. بس مو فقير. ما حسيت بفضل امي وابوي واخواني، الله يرحم امي وابوي يحفظ اخواني واخواتي، انا البذر اللي بعده. يابه. اي فكنت المدلل. هذا يطيني ذاك يطيني. شك عليك. شو اسمه دوشه ايش بيدي. زين. فما حسيت حقيقه بالفقر. ما حسيت بسبب مساعدتهم، يعني افهم من هذا اشتغلت وانت صغير لو لا؟ لا لا اول مهنه لي كانت يعني اشتغلت ابيع كتب المتنبي. اوكي. هاي بعد التسريح من الجيش. يعني أنا طالب كلية أشتغل مصور أعراس فيديو، كان هسه داخل الفيديو. أي. فإحنا نسينا من نعرف نصور، فنصور أعراس. تريد باختصاصك؟ لا مدلل. مدلل. هاي أثناء الدراسة الأكاديمية. بعدين عسكري، بعدين بعت كتب، بعدين سائق تاكسي. سائق تاكسي، شنو أغرب شغلة اشتغلتها بحياتك؟ سائق التاكسي. سائق التاكسي أغرب شيء؟ مو بس أغرب، المهنة التي لا تمل، لأنه كل ما يسعد واحد أنا حتشيه. ما خلي ساكت. ها. أي. هاي هواية سواق التاكسي يبدو لي. لا أنا بالنسبة لي. فاسمع هواية قصص، مثلاً أشوف ضايج، بس أقول له هيجي. بين عليك ضايج ليش خويا؟ والله يا خويا الدنيا بدي مسلسلة. افتح الموضوع كله. مسلسلة كاملة. فهاي كانت مهنة يعني. هذا البارت ممتع بالنسبة لك؟ طبعاً. فادك بعدين بوعي لو بلا وعي كل تجربة بالنسيج الدرامي اللي تستخدمه كل تجربة تمر بها بالحياة مفيده.